صحيح انه الكوارنتين او الحجر الصحي الكورونا كان احد اسباب ظهور روايتك الاخيره للنور؟ انا كنت موجود في كندا وكنت راجع مصر قبل ما يقفلوا الطيران وكنت خايف جدا يقفلوا الطيران وانا لسه موجود في الجو يعني رحت باريس، كانت ترانزيت في باريس، فلما رجعت مصر حبست نفسي في البيت، وكانت افضل تسليه ان انا ابتدي اكتب كل يوم في روايه طبيب ارياف. عظيم. تجربتك في كندا ممكن تلخصها ازاي يا دكتور منسي؟ والله انا رحت اصلا علشان اهيئ لابني مستقبل، انما ما كنتش قادر اواصل اقنع نفسي ان انا بقى في كندا وان انا ممكن استقر فيها. كنت حاسس ان انا بعدت قوي، بقيت على حافه العالم، يعني لما امد كده ايدي الاقي المحيط الاطلنطي، وانا متعود انا في وسط العالم، انا كنت في صوره العالم في مصر. فعشان كده باستمرار كنت برجع كل ما اجمع شويه ايام هناك، والمفروض الواحد يقعد 1300 يوم، ما كنتش بقدر اجمعهم خالص. لغايه في الاخر خالص، حضرتك عارف انه السفر لكندا ده حلم لناس كتيره جدا حلم. الباسبور الكندي والاقامه الكنديه، وبيبقى بيحس انه امتلك الدنيا لما راح هناك. انت ما امتلكتش الدنيا. انا رحتها متاخر قوي، فحطيت كل احلامي وكل امالي في ابني عشان يحقق لي كل الحاجات اللي انا فشلت فيها. اولا اللي اعرفه عن دكتور محمد البنسي انديل نفسه الطيبه والودوده، واصدقائه بيحبوه جدا، بيحبوا دايما يكونوا على تواصل معاه. يعني انت حياتك الاجتماعيه هنا فيها دفء كبير قوي. انا ممتن جدا، لان اللي بيكتبوا ادب دول مهنه ملهاش مقياس، ما يعرفش لا يوزنها ولا يقيسها. هو بيقعد في اوضه لوحده ويكتب ومش عارف كلماته ديت هتأثر في ناس، هتغير، هيبقى لها قيمه. فجاه لما بيروح حاجات مفتوحه، مناسبات زي المناسبه اللي احنا فيها دي او ندوه او اي حاجه، فيلاقي نفسه مسموع ويلاقي نفسه مقروء، فبقى ممتن ان انا موجود، وممتن انهم شايفيني، وممتن لكل الناس اللي كانوا بيحضروا ويلتفوا حولي يعني. وبصراحه انا لقيت كميه حب كتيره قوي بتخليني طبعا ما افكرش ارجع خالص. يعني انت اخدت الباسبور ولا لسه؟ اخدته. طب خلاص بقى، يبقى ما مركون في الدولاب.